وبسم الله على بركة الله. واليوم معنا يا جماعة مراجعة لأصغر شوية إلكترونية لعام 2022-2003. عفوا يا جماعة، بقصد معالج الرايزن. حنراجع اليوم معالج الرايزن 7700X معكم بالفيديو. طيب بالبداية يا جماعة، AMD وعدتنا بهذا الجيل انه حيكون في نقلة نوعية وبنسب حتكون جدا عالية عن الجيل الماضي وحتى كمان عن جيل انتل اللي هو الجيل 12، بس هذا الشيء ما بين معي انا بالاختبارات الاولية اللي عملتها لهذا المعالج، لا من ناحية الحرارة ولا من ناحية الاداء اذا كان بانشاء المحتوى وحتى كمان اذا كان بالالعاب. التقدم منه بالمستوى المطلوب او مقارنة مع السعر او مع سعر المنصة بشكل عام. المهم ما بدي اطور عليكم انا بالمقدمات. معالج الرايزن 7 7700X اللي هو مبني على معمارية الزن 4 بنفس عدد الانوية والمسارات اللي هن 8 انوية 12 مسار بصنعة اساسية ال 4.5 وبوست بوصل لل 5.4 جيجا هرتز. مجمل الكاش 40 ميجا 8 بتناوي 30. المعالج بيجي كمان من دون تبريد نهائيا وحتحتاج انك انت تشتري له مبرد يكون فينا عن جد قول عنه مبرد يكون كتير محترم وكتير قوي لحتر يلبي احتياجات هذا المعالج، خاصة اذا انت كنت بدك تستعمله بانشاء المحتوى. ومثل ما صرنا عارفين كمان انه معالجات الزن 4 كلها بتجي بكارت شاشة مدمج، بس انت ما تستنى منه اي اداء اكتر من انه هو يشغل لك الشاشة. بالنسبة للالعاب بعد انا ما اختبرته حرجع اختبره مع معالجات انتل اللي بيجي فيها كارت شاشه داخلي اللي هو ال اتش دي 770 لحتى نشوف كمان احنا الاداء بيناتهم. وكمان بدي اعمل بعد اختبار اضافي ما حيكون من ضمن هذا الفيديو اللي هو الرامات اكس ام بي والاكسبو اذا حيكون في مشاكل بالاستقرار هدول الامور كلياتها. والمهم انه اليوم حنعمل معاينه كامله لمعالج الرايزن 7 7700X وقارنه مع معالج انتل الاي 7 12700K اللي بيجي بعدد انويه اكثر بين كفاءه واداء، يعني مجمل 12 نواه 20 مسار. المفترض انه هذا جيل اقدم، يعني رايزن المطلوب انه هو يكون افضل منه. بس قبل ما فوت انا بالاختبارات كلياتها، جمعت انا النتائج كلها وعملت لكم اياها على شكل جدول او على شكل جراف. اللون الاحمر هو انتل واللون الازرق هو رايزن. لوحدك انت بس هيك بشكل سريع بتقدر تميز انت مين الافضل بيناتهم واذا في زياده قديش حتكون نسبته. واللوحه اللي استخدمتها انا لاختبارات اليوم اللي هي الاسوس تاف الاكس 670 اي بلس واي فاي، سعرها لهيدي اللوحه قرابه 330 دولار على حسب تاريخ الفيديو طبعا، مع انه لوحات التاف بشكل عام سعرهم ما بيتعدى ال 180 لل 220 دولار، يعني في غلا بين ال 100 لل 150 دولار عن باقي لوحات التف اذا كان من الاجيال اللي قبل. ومحتويات الصندوق بسرعه من دون ما ناخذ وقت كثير من الفيديو، عندنا انتين الواي فاي، عندنا كتيب الارشادات مع ستيكرزات تف، اسلاك الساتا هن بيجوا سلكان، عندكم كمان اثنين ستاند اوف وبراغي للام دوت 2. وطبعا اللوحه بتجي بمقبس الاي ام 5 جديد، المفترض انه هي تكون داعمه لكل اجيال رايزن من هون لتقريبا 2025 على حسب ما وعدونا جماعه اي ام دي. تصميم التف المعتاد علي اللي هو بيجي غالبا باللون الرمادي الميل شوي صغير على الاسود، داخله شويه لون اصفر، بمراحل طاقه 14+1 وتبريدات على الفي ار ام حجم نسبيا كبير حتى ما ترتفع حرارتهم وتخلي لك اياهم بالمستوى المطلوب. لنروح هلا على الاهم يلي هو اللوحه يا جماعه، في بقلبها اربع منافذ ام دوت 2، المنفذ الاول بيجي جيل خامس، الباقيين كلياتهم بيجوا جيل رابع، المنفذ الثاني للام دوت 2 ما في عليه مشتت حراري وهذا حيكون مشترك مع الساتا 1 و2 اللي هنا موجودين على جنب اللوحه، يعني اذا انت ركبت التخزين الام دوت 2 على المنفذ رقم 2 بيتوقف عندك انت هون منفذين الساتا اللي موجودين على جنب اللوحه. لنروح هلا على منافذ كارت الشاشه، عندكم المنفذ الاول بيجي بي سي اي الجيل الخامس، بما ان هيدي لوحه يعني حيكون فيها منفذ جيل 5 لكارت الشاشه، المنفذ الثاني بيجي جيل رابع وعندكم كمان سلوت 4X، عليها سبع منافذ للمراوح والمضخه، عندكم اربع منافذ ار جي بي، ثلاثه ادريسبل وواحد 4 بين 12 فولت، عندكم كمان اربع منافذ للساتا، مثل ما قلت لكم الواحد واثنين مشتركين مع السلوت الثاني من الام دوت 2، وعندكم كمان منفذ يو اس بي سي ومنفذ يو اس بي 3، وعندكم ثلاث منافذ يو اس بي 2 هدول مخصصين للفرونت بانل. وبالنسبه لظهر اللوحه او اللي هي الاي او، في عندك منفذ اتش دي ام اي وديسبلاي بورت، في عندكم اثنين يو اس بي سي واحد 10 جي بي والثاني 20 جي بي، عندكم 3 يو اس بي تايب اي 3.2 الجيل الثاني، و5 يو اس بي 3.2 كمان تايب اي بس هدول الجيل الاول، وطبعا 2.5 جيجا بت لان، وعندكم منافذ الصوت باكمله. بالنسبه للرامات يلي حتدعمها هيدي اللوحه بتدعم لحد ال 128 جي بي بتردد مكسور السرعه بيوصل ل 6400 ميجا ترانسفير، انا شغلت الاختبارات كلياتها على 6000 ميجا ترانسفير من دون ما يصير في اي مشاكل. طبعا يلي هن رامات كورسير دومينيتور يلي هن مخصصين لمعالجات اي ام دي اللي هن الاكسبو، وضعهم كان جدا مستقر ما كان في مشاكل نهائيا. منصة الاختبار كانت على تبريد مائي مفتوح باور سبلاي 1000 وات واللوحتين بين انتل ورايزن، يعني بين معالجات 12700K و7700X، اثنيناتهم كانوا بيدعموا رامات دي دي ار 5 على نفس التردد اللي هو 6000 ميجا ترانسفير، عشان نقلل الاختلاف نقدر ناخذ نتيجة تكون دقيقة أكثر. ولنبتدي أول شيء مع الحرارة يلي فعلا مخيفة يا جماعة، يعني عشان هيك أنا قلت لكم بأول الفيديو إنه عندكم شوية ما عندكم معالج. المهم إنه على درجة الخمول الحرارة بين ال 40 لل 41 درجة على استهلاك طاقة 50 وات، والحرارة كانت بعد ضغط
المعالج على الايدا 64 تقريبا باوائل الثمانينات، حراره الكورات كانت باواخر الستين اول السبعينات، واقصى استهلاك طاقه وصله المعالج قريب ال 145 واط بحراره داخل على التسعينات، يعني عم تحكي انت من 92 93 تقريبا ل 96 بهذا المعدل. بدك تتوقع كمان حراره هدول المعالجات تكون عاليه جدا 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 يا جماعه من دون ما تعمل ثروتل حتى كمان، يعني هذا الطبيعي بالنسبه لمعالجات رايزن 7000. وبالنسبه لبرامج اختبارات المعالج بشكل عام كان في تفوق من ناحيه انتل باداء كل الانويه، رايزن باداء النواه الوحده، وهذا الشيء الوحيد اللي خلى هذا المعالج تتفوق بالالعاب على معالج انتل، لانه الالعاب عاده بتكون حساسه اكثر على اداء النواه الوحده يا جماعه، وبتتطلب اكثر شغل على النواه الوحده. يعني بالسيني بنش ار 23 رايزن 7 جمع باداء كل الانويه 19287 نقطه، اقل من الاي 7 12700 كي يلي جمع 22073 نقطه. اما باداء النواه الوحده قلبت المعادله، رايزن 7 تفوق على الاي 7 تقريبا ب 161 نقطه. بالنسبه لاختبار بلندر الارقام كانت جدا متقاربه، بس التفوق كان لصالح ال 12700 كي. نفس النتيجه تقريبا كانت ببرنامج الفي راي اختبار المعالج اللي هو الاي 7 12700 كي تفوق على الرايزن 7 يلي جمع 14598 نقطه مقارنه مع انتر اللي جمع 15351 نقطه. باختبار السي بي يو بروفايل اداء كل الانويه كان افضل لصالح انتل، مثل ما قلت لكم معالجات انتل اقوى من ناحيه جميع الانويه، يعني ال 12700 كي جمع 10063 بينما الرايزن 7 اقل منه وجمع 9050. بس باداء السنجل ثريد الرايزن تفوق وجمع 1116 مقارنه ب 1040 للانتل 12700 كي. لننتقل هلا على اختبارات الالعاب يلي كفه الميزان كانت بترجح اكثر لمعالج رايزن 7700 بس بفوارق بسيطه جدا 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 يا جماعه. يعني انا من وجهه نظري هيدي الفوارق ما بتستاهل انك انت تدفع هذا المبلغ الكبير على المنصه بشكل عام بالوقت الحالي. يعني بلعبه السايبر بانك 2077 طبعا على دقه 1080 معدل الاطارات 129 فريم للرايزن و118 فريم للاي 7 12700 كي، يعني بحوالي 9% تقدم بس عن انتل، وتقريبا قريب هيدي النتيجه اللي انت سمعتوها قبل حتكون كمان بلعبه الكاونتر سترايك اللي هي بتعتمد كثير على النواه الوحده. معالج الرايزن 7 ادنى من 378 فريم اكثر ب 11% عن الاي 7 12700 كي اللي قدم 340 فريم. هلا باقي الالعاب حتلاقي انت الفوارق بين فريم وفريمين، وممكن كمان ما تلاقي فوارق نهائيا. يعني بلعبه الفاير كراي 6 عندكم 124 فريم على معالج الرايزن 7 و128 فريم على الاي 7 12700 كي، مع انه هيدي اللعبه تفضل معالجات اي ام دي اكثر، بس النتيجه كانت لصالح معالج انتل 12700 كي بفرق تقريبا 4 فريمات. بلعبه الريد ديد ريدمشن من الالعاب المتطلبه الفرق كان تقريبا بس 3 فريمات بين رايزن والانتل، ولما تحكي انت عن فريمين وثلاثه وخمسه فريمات هدول انت ما فيك تحسبهم بمنحنى او تحت خانه انه صار في تقدم او صار في تفوق، لا مش ما فيك تحسبها هيك نهائيا، لانه نفس الشيء كمان بلعبه الشادو اوف ذا توم بريدر 169 فريم للرايزن 7 7700 و164 فريم لل 12700 كي. بلعبه الهيتمان 3 الاداء كمان تقريبا نفس الشيء على الضبط، يعني فريم واحد بس تفوق للرايزن 7 على الانتل 12700 كي. طيب تعال هلا نروح على الخلاصه اللي انا فعلا بدي اياك هلا تركز فيها كثير منيح، لانه هي اللي حتلم لك هيدي الارقام كلياتها. من وجهه نظري يا جماعه معالج الرايزن 7 7700 اكس ما قدم المطلوب منه، لا اذا كان باداء كل الانويه، يعني انشاء المحتوى تقريبا معالج ال 12700 كي كان افضل منه بمعظم الاختبارات، ولا حتى كمان باداء النواه الوحده، يعني التفوق بالالعاب ما بيستاهل هذا فرق السعر انك انت تدفع تغير المنصه كلياتها. وغالبا الانتل جيل 13 حيقلب الموازين كلياتها يا جماعه، لانه دفش صغير بس عن معالج ال 12700 كي اللي هو كان كثير قريب من معالج ال 7700 اكس حيصير يفرق عن معالج 7700 وحيقدر يتفوق عليه بعتقد انا بكل سهوله. يعني سعر المعالج اي نعم انه هو نزل 100 دولار عن الجيل الماضي، بس ما بدنا ننسى كمان فرق السعر باسعار اللوحات او فرق اسعار اللوحات بشكل عام يلي تقريبا زاد 100 او 150 دولار، غير عندك الرامات، غير عندك التبريدات يلي انت بدك تصرف عليها كثير عن الاجيال اللي قبل، خاصه اذا انت حتستخدم هيدا الجهاز للرندر او لانشاء المحتوى بشكل عام، لانه بالالعاب وضع الحراره كان جدا مقبول ما كان كثير عالي، بس بالرندر حيكون عندك تحدي كثير كبير انك انت تقدر تسيطر على الحراره. هيدا نص الكبايه اللي انا كنت دائما عمال اخبركم عنه اول ما انحكى بمعالجات ال 7700 اكس، واذا ناوي تشتري تجميعه وتكون قابل للتطوير بالمستقبل فيك تروح مع معالجات الرايزن بشكل عام بغض النظر عن هذا المعالج او اي معالج ثاني. بعد في عندكم معاينه الرايزن 5 حاعملها بعتقد بهالكم يوم اللي جايين، لانه معالجات انت الجيل 13 خلص حتكون هيدا اخر شيء على هيدي المنصه والسلام عليكم، معالجات ال 14 حيكون على منصه جديده. اذا تجميعتك انت شغل انشاء محتوى اي شيء من هدول الامور بنصحك انك انت تنتظر الجيل 13 على اساسها بقى انت بتصير بتشوف الفرق مع معالجات رايزن 7000 مع الجيل 12، وعلى اساسها بقى انت بتصير بتحكم اذا بتطور ولا لا. اما اذا انت عمال تعمل تجميع العاب وتكون اقتصاديه فانا بنصحك انك تعمل سكيب لهذا الجيل كلياته، يعني تتجاهله لانه اسعار المنصه كثير غاليه
اكثر شيء فيك تروح مع معالج مثلا 12400، ممكن 13400 يعمل معك اداء جدا جبار مع كارت شاشه يكون ممتاز، لانه لحد هلا الجيل هذا سعره كتير غالي. وبس هيك يا جماعه، ما تنسوا تعطونا اللايك، تنزل تكتب لي اول شيء رايك عن الارام يلي انت شفتها بشكل عام، تشترك بالقناه اذا بعدك جديد، فعل زر الجرس، وبشوفكم اذا الله راد بالحلقه الجاي، والسلام عليكم.